الحارة كلها هايجة ومايجة، كله معصب ومتضايق وعم بيقول إنه هذا اللي عم بيصير ما نقصوا لبنوب. لك وحدة مرة معززة مكرمة ومستورة ببيت جوزها، لك مدللة مدللة وشايلة عكفوف الراحات، هلأ صارت بدها تطلع لي على المراسح وتقعد تغني يا عيني ويا ليل قدام الزلم، هي بحياتها ما صارت. طبعاً هذا مو حكي، هذا حكي الزلم وأهل الحارة. إذا بحكي لك كم مرة إجوا لعندي على البيت وأنا قاعدة عم هديهم، ويا شباب صلوا على النبي ويا شباب روقوا، إيه ما بتصدقني الله وكيلك. بصراحة بصراحة أنا خايفة يعملوا لي شي مشكلة وشي زغبة عندي بالتياترو، إذا وجعوا لي راسي شو بدي سوي؟ بقى مالي غيرك يا عدم الرقبة. وأنا شو مطلوب مني؟ تمنعها عن الشغل طبعاً، مو كرمالي، كرمال رجال الحارة كتير معصبين وضايجين، وبصراحة ما عاد فيني هديهم بعد هيك. وليش حتى توقف؟ هاد اسمه حرية شخصية عزيزة. ايوة شو تفضلت يا دادا؟ حرية شخصية؟ وإذا هاي الحرية الشخصية وصلت لعندي على التياترا وكسروه فوق راسي شو بعمل بقالي؟ لا تخاف، ليلى حراسة كبيرة أمام تياترو عزيزة، ما تنفي با. أيوه